يكشف عليها ردنا من جمهورية مصر العربية باسمها جمعية القرآن والسنة. فين القرآن وفين السنة؟ لا كده لا في قرآن ولا في سنة. اشتجروا باسم الدين والمسلمين حرام يقال عليهم مسلمين. نطلب من السيد المشير اللي هو يعتبر رئيس الجمهورية دلوقتي واخد بالك بحل مشكلتنا، مشكلة الناس الغلابة دي اللي حوشت فلوسها دي بتضلين وشقى عمرها. ده اللي ضامنة عمره ولا ضامنة فلوسه. السفير السعودي اللي كده السفير السعودي وبعت امبارح حاجة ما تثبت هجيبها. ما لو السعودي اثبت ان السعودي ليه من المحضر اللي مكتوب اسمه هجيب لكم التأشيرات قلب المحضر. صباح الصبح الله يروح الاموال العامة. اسم الجيزة، اسم الجيزة. عملت محضر باسم الجيزة؟ ايوه اتعمل مطلقه. كلنا عملنا محضر باسم الجيزة. كلكم عملتوا محضر؟ 520 واحد معمول لهم محضر. عملنا محاضر ومذكوراتنا لسه هناك. واحد مننا اتوفت امبارح اما سمعت الخبر ده. اتوفت امبارح سمعت ان هي مش هتروح. اتوفت امبارح اتوفت والله. راح نجيب عمري منين وفلوس؟ الناس اللي طالعه تحج دي الناس اللي طالعه تحج دي ناس مسلمين وناس محترمه وناس تعرف ربنا وفلوسها كلها حلال. فحرام ان فلوس الحلال تروح ضياع. ده يعني اللي بايع ده البلطجيه عايشه والناس المسلمين اللي يعرفوا ربنا يسرقوا فلوسها. الناس دي لها 10 سنين بتحوش الفلوس. ربنا العظيم بيقدم في الجرعه ما بتجيلهمش 10 سنين وفي الاخر بيقدم في القرعه ما بيطلع لناش. تروح فلوس كده صغير بيطلع وكبر ما بيطلعش. واحد سعودي اللي خدها اسمه القرشي ده هو اللي خدها. هو محمد هاشم القرشي والسفير قال محمد هاشم القرشي والسفير قال لهم امبارح لو القرشي ده هو الموجود في الموضوع في, في, في الموضوع دوت هجيب لكم تأشيرات بكره. صباحنا الصبح علينا نروح لمصلحه الاموال العامه تو بنوزعونا وخلاص. والناس الغلابه دي تروح فين؟ شاع عمرها دوت اللي بدت جهاز ابنها على ابو جهاز. يعني انا ما رضيتش اجوز ابني. قلت لها اطلع. قال لي لا روح يا ماما الاول الحج لسه هقعد. واللي معاها بنتها عايزه تجهزها قالت لا بلاش روح الحج يا ماما الاول. الناس دي ضامنه فلوس امتى وعمر منين؟ فين المكتب اللي وديتوه؟ الا اهل القران والسنه جنب اسم الجيزه. يعني في مكان كل اللي مش تحت السلم ولا حاجه من التريه. اتقبض عليها يا حاجه؟ اتقبض عليهم الاثنين. وقالوا واحد سعودي. ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل معانا ضحكوا علينا وخدوا فلوسنا بعد ما حضرنا حاجتنا. اهو زي ما انت شايف كده حضرتك. والسفير قعد كل شويه وقعدنا اهو تعالوا بكره تعالوا بعد على اخر لحظه اتضح الحقيقه. بصينا لقيناهم في القسم قالوا اتقبض عليهم. ادي المشكله. واحنا كنظمنا عايزين بيت ربنا. احنا رايحين لبيت ربنا. احنا رايحين نسرق ولا رايحين ننصب على حد؟ احنا قاصدين ربنا. احنا قاصدين ربنا. انا مش عارفه هم بيعملوا فينا ليه كده. بيعملوا ليه فينا كده؟ انا عايز اعرف هم بيعملوا فينا ليه كده. نصب مع ناس هنا في جمعيه شرعيه اهل القران والسنه. نصبوا على الناس دي كلها ب 500 نفر. 520 واحد. 520 نفر ب 25,000. وكل واحده توفت مننا من الصدمه امبارح. وقعت اترمت ماتت. ولما عرفت ان نفسها مش هتسافر. على اساس كده طالعين حج. طالعين حج. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور اسامه ابو الغيط احد المنصوب عليهم من شركه القرآن والسنة لتقديم رحلات الحج لعام 2011 السنة دي. واحنا دافعين 24,800 وزي ما انتم شايفين حضراتكم واكتر من 500 واحد منصوب عليهم. والاخ الله يسهله المصاب واخد حوالي 11 مليون. واحنا مش عارفين الحقيقة نروح فين. عايزين نطلع نحج وعايزين تأشيرات. لا السفير راضي يعبرنا ولا يرد علينا ولا يكلمنا ولا السلطات المصرية قدمت أي حد ولا في أي حد بيتخاطب معانا من الصبح عمال نتكلم ونهتف وننادي ومفيش أي حد يعني بيتخاطب معانا إلا القوات المسلحة متعاطفة معانا وبننادي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن يدعمنا ويشوف لنا حل مشكلتنا علشان الناس دي نفسها تطلع تحج السنة دي في أقرب وقت. الحاجة التانية إن إحنا كلنا فقراء والناس ديت تحوشت عمرها عشان تطلع تحج وفلوسها راحت في الحج. لكن لو حد فينا حد مسؤول أو حد من الواصلين كان خلال 24 ساعة الفلوس جت. فلوس مع الراجل النصاب وهو موجود في مصر والفلوس معاه كلها دلوقتي 11 مليون جنيه معاه وهو موجود. شكرا.